وللحديث أكثر عن استهداف قضاء الطرمية شمالي بغداد وتحريض البعض على أهلها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. لم يكد أهالي الطرمية يلتقطون أنفاسهم بعد المداهمات والاعتقالات التي نفذت بحقهم خلال الأسبوع الماضي، حتى بدأت حملة جديدة من الحملات بتهمة الإرهاب، ولا تزال هذه الحملات مستمرة ضد الطرمية على وجه الخصوص. كيف تقيمون الأوضاع أو بماذا تعلقون على ما يجري هناك؟ يعني الذي يتابع ما يجري في الطرمية منذ 3 أشهر أو أكثر، هناك حملات أمنية وحملات أيضا إعلامية لسيطرة هذه المنطقة، وهذا يثبت أنه يراد للطارمية المشروع الإيراني الذي جرى في منطقة جرف الصخر أن يجري أيضا على منطقة الطارمية. وتصريحات بعض المسؤولين الطائفيين التي تدعو إلى القتل والاعتقال وتجريف البساتين، هذا نفس المشروع الذي جرى في منطقة جرف الصخر. ولتسمية الأشياء بمسمياتها، المكون العرب السنة هم المستهدفين منذ عام 2003 إلى الآن بسبب النهج الطائفي للحكومات العراقية المتعاقبة منذ حكومة الجعفري إلى حكومة الكاظمي. لم يتغير شيئا من حيث تحقيق الأهداف، أحيانا تتغير الوسائل فيما بين الحكومات، أما الهدف باقي. والسبب الرئيسي لهذا النهج الطائفي هي إيران وهيمنتها على العراق. نتوقف عندما ذكرته أستاذ حسين، النائب السابق حاكم الزاملي دعا القوات المتوجهة للطارمية إلى إعمال القتل والاعتقالات بحق الأهالي. إذا كانت جريمة التحريض جلية في هذه التصريحات، لماذا لا يسأل عنها هذا النائب السابق؟ لأنه النائب السابق، النائب الحالي أو السابق، أي شخص يدعو إلى الطائفية هو خارج المساءلة ويعتبر فوق القانون وليس بس فقط خارج القانون. هؤلاء الذين يدعون إلى الفتنة الطائفية منذ 2003 وإلى الآن، اليوم تقريبا 4 ملايين مهجر ونازح من المكون العربي السني، مناطقهم يعني خالية، شبابهم معتقلين سواء في القرمة في جرف الصخر، الآن دخلت الطارمية على الخط. هذا كله يدفع ثمنه العرب السنة نتيجة النهج الطائفي، وهذا يثبت أن العرب السنة ليسوا طائفيين، بل هم ناس وطنيين يريدون أن يعيشون بأمن وسلام في بلدهم العراق، ولكن هذا النهج الطائفي لم يسمح لهم ودفعوا ثمنا غاليا منذ 2003 وإلى الآن. نعم، البعض يسوغ الحملة بمقتل العميد علي الخزرجي الضابط في الجيش الحكومي. ما الرابط بين مقتل هذا الرجل وعمليات المداهمة، مع العلم أن الرجل كان مقبولا لدى أهالي الطرمية ومتعاونا مع أهالي الطرمية، ومن غير المتوقع أن يقوم أهالي الطرمية بقتله بهذه الطريقة؟ يعني أولا، العميد علي الخزرجي آمر لواء 59، هو كان محبوبا ومقبولا لدى أهالي المنطقة ومتمسكين به، لكن كانت لديه مشاكل مع بعض الميليشيات التي كانت تريد إطلاق صواريخ على مناطق القاعدة العسكرية في تاجي، وكان أحيانا يمنعهم أو يلقي عليهم القبض، وهذا ما جعل هذه الميليشيات أن تضرب عصفورين بحجر. أولا تتخلص من آمر اللواء 59 الذي كان يعيقهم في كثير من الأعمال، وثانيا إشعال المنطقة وإدخال الطارمية ضمن المشروع الإيراني للتهجير والاعتقال وتجريف البساتين. العميد علي ما كانت لديه مشاكل كما يشيع الطائفيين مع أهالي المنطقة، وأظهرت كثير من الصور والتقارير تثبت هو كان على ود مع المنطقة والمنطقة تحترمه ويحترمها كذلك. نعم، من يقف إذن وراء هذه العملية؟ يعني المشروع الإيراني وأتباعه في العراق هم أصحاب هذا المشروع الذي مزق العراق. اليوم معلوم جدا هناك ميليشيات يطلق كما يطلق عليها الولائية، ولها أجنحة سياسية في البرلمان، ولديها أعضاء في الحكومة، ولديها أعضاء في مؤسسات أخرى. اليوم احنا أمام منظومة لها ولاءها لإيران، هي التي تقوم بهذا المشروع على قدم وساق. وللأسف أن هذا المشروع قائم على قدم وساق، ولا يوجد حركة من الشباب العراقي ومن الرجالات العراق سواء كانوا ساسة أم مجتمعيين أم شيوخ عشائر
أم أكاديميين أن يقفوا بوجه هذا المشروع علانية وصراحة. الأغلبية تتكلم بطريقة التقية وبطريقة التلميح، علينا أن نصرح بأن المشروع الإيراني إما أن يتوقف أو سيحرق العراق. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول.